في هذا الفيديو راح ندرس الـ Integral Control. الـ Introduction of Integral Control في الـ Control Systems can reduce the steady state error to zero. فالمشكلة اللي كانت تواجهنا بالـ Proportional Control هو الـ steady state error due to friction أو due to gravity. فدور الـ Integral Control هو to reduce the steady state error to zero. الـ Integral Error The integral control creates a restoring force that is proportional مش to the error. The proportional control can the restoring force اللي هو the output تبع the controller can proportional to the error. بس هون لا, it's proportional to the sum of all past error divided by the time. بمعنى مساحة الكيرف تحت the error. وهذا هو مفهوم the integration بشكل عام. فلو بدنا نطلع احنا على الاوتبوت تبع الاي الانتجرال كنترول هو عباره عن كونستانت كي اي بمجموع الايرور مضروب في الدلتا تي. ف الاوتبوت هو الكنترولر اوتبوت والكي اي هي الانتجرال جين كونستانت ومجموع الاي دلتا تي هي السم of all past errors multiplied by the time they existed. بمعنى آخر هو مساحة الكيرف تحت الايرور. هلا لو كان عندك constant value of error بتكون الفاليو اللي هي المساحة هاي مجموع الـ E delta T will be increasing with time. طبعا شو هو الintegration of a constant function? It's ramp أو linear. It's increasing with time. causing the restoring force to get larger and larger with time. Eventually, the restoring force will get large enough to overcome the friction and move the controlled variable اللي بدنا نتحكم فيه in a direction to eliminate the error. لو بدنا نطلع على الـ transfer function تبع الـ PI controller هو فعلياً KP زائد KI over S. طبعاً over S هي الـ integration. خلينا نأخذ هذا الإجزامبل. Consider a case where a robot arm زي اللي درسناها سابقا has a steady state error of position of 2 degrees due to friction. معناته في عندك friction أو gravity سببت إنه the steady state error بيساوي 2 degrees. This error is shown on the graph in the figure below. هون هي الـ error. واضح إنه الـ error هو 2 degrees. The error is shown on the figure. تمام. فعليا لو بدك ترسمها هو انه انت بدك كان البوزيشن يكون هون لكن فعليا الارم كانت لتحت شوي يعني في عندك ايرور مقداره 2 degrees. هذا الايرور السبب انه انا مش قادر اتغلب هذا الايرور هو الفريكشن. طيب as the time elapses the error remains at 2. تمام لانه فعليا وصلنا steady state فاحنا ثبت السيستم ثبت وقف. هلا the figure below اللي هو هون بورجيك التورك اللي هي الريستورينج فورس التورك اللي ناتجه عن الانتجرال كنترول. شو بصير فيها فعليا؟ الانتجرال كنترول بياخذ المساحه تحت الكيرف فطلع يعني عند بعد 1 سكند كم المساحه؟ 1 ضرب 2 هي 2 معناته بعد 1 سكند هي 2. بعد 2 سكندز المساحه اللي باللون هذا اللايت بلو 2 في 2 هي 4 فهي واضح عند 2 4 فبنضلنا نزيد لمتى؟ لحد ما نوصل للرقم اللي بنقدر نتغلب فيه على الفريكشن. يعني نفترض انه هذا الفريكشن قيمته 10 انش اونز فالبي كنترولر ما قدر انه يعطيني ال 10 انش اونز. طيب شو الحل؟ الحل انه يدخل عندك الانتجرال. هلا الانتجرال بعد 5 سكندز بعد ما يمشي 5 سكند بيكون وصلت المساحة ل 10 لأنه هي عند ال 5 ضرب 2 ومستطيل 5 times 2 is 10. فلما نوصل 10 شو اللي بصير؟ بتحرك الارم. وين بتحرك؟ بتحرك باتجاه انه يلغي الايرور فبتحرك لفوق لحد ما يوصل للصفر. لما يوصل صفر كم بصير الايرور؟ بصير صفر. هي واضح انه تحرك تدريجيا بعدين وصل الصفر عند الخمس وربع سكند تقريبا وصل الصفر. لما يوصل الصفر شو بتصير الايرور؟ بتصير زيرو. شو بصير الانتجريشن؟ خلص بطل في عندك اي اديشن بثبت مكانه عند العشره.
فبالتالي بتصير الستيدي ستيت ايرور هو زيرو، يعني خلص هذا تحرك بسبب الريستورينج فورس اللي طلعت من الانتجريشن، وخلص صار واقف عند الزيرو بالضبط زي ما هو مطلوب منه، وبالتالي الايرور صارت زيرو. فالانتجريشن بيدخل هنا حتى يكمل شغل البروبورشنال، بيكمل شغل البروبورشنال بانه يوصل الستيدي ستيت ايرور للزيرو. الاكزامبل الثاني بيحكي انه في عندك فيدباك كنترول سيستم اللي هو شون بيلو في الرسمه اللي موجوده هنا، فيها موتور عليها ويت، هاز ا بي اي كنترولر، يعني الكنترولر تبعي هو بي اي، واعطاني قيمه الكي بي، حكى لي قيمه الكي بي هي 10 انش اونز لكل ديجري. طبعا هون هو ما اعطاني قيمه الكي اي، يعني لحل السؤال ما بحتاجه، بحتاج افهمها فقط. لكن لو بده يعطيني قيمتها شو بتكون اليونت تبعت الكي اي؟ اليونت تبعت الكي اي هي انش اونز على ديجري، يعني لحد الان هي زي البي، لكن بيكون في عندك سكند في المقام لانه هي واحد على اس، فبيكون في عندك تايم في الموضوع، بدخل التايم وفي المقام. طيب the arm has been at rest at the 30 degree position، يعني هو بالاساس كان الوضع تمام وكانت الارم عندي 30 degrees، بس حطينا ويت. لما حطينا ويت شو صار فيه؟ نزل ل 26. يعني كم الايرور صار عندك؟ الايرور صار عندك 4 degrees. طبعا اول شيء بدنا نحكي انه كيف طلعت 4 ديجريز، يعني احنا طلعنا الرسمه بس ليش ما نحسبها؟ بنقدر نحسبها لانه فعليا اول ما انت تحط الويت فعليا الانتجرال ما بيشتغل مباشره، الانتجرال بده وقت حتى يبني الانتجريشن. ف at the first moment at the very first moment يعني في اللحظة اللي حطينا فيها الويت، الاوتبوت تبع الانتجريشن شو بيساوي؟ بيساوي زيرو، لانه فعليا هو كي اي ما بعرف قيمتها، بس هي لها قيمة اكيد، بس مضروبة في ايش؟ مضروبة في مجموع الايرور في دلتا تي. طب ما في دلتا تي، دلتا تي لساتنا هلا بلشنا، ما في دلتا تي، معناته زيرو، اذا هي زيرو. اللي راح يكون عندك شغال في اول لحظه هو فقط البي كنترولر، فالاوتبوت تبع البي هو بنعرف هو كي بي في الاي، ففعليا احنا بدنا الايرور، فالايرور هو هو الاوتبوت تبع البي على الكي بي. هاي بناخذها من السؤال، والسؤال بحكي لك لما حطينا الويت صار في عندك داونورد تورك قيمته 40 انش اونز، يعني التورك صار 40 انش اونز، فهذا هو الاوتبوت تبع الكنترولر. فبالتالي الاي الاوتبوت تبع الكنترولر هو 40 انش اونز على كي بي، كي بي قيمتها 10، فهي 10 انش اونز بير ديجري، فأكيد واضح إنه راح ينزل 4 درجات في أول لحظة. الأرم راح تنزل 4 درجات، معناته the weight causes the arm to sag 4 degrees، اللي هو النقطة A، time A بالكيرف اللي راح نشوفه هلا. لو ننزل على الكيرف هلا، هون في عندنا النقطة A، هاي النقطة A، هلا النقطة A هي النقطة اللي بلش فيها الايرور، يعني واضح انه الايرور كان صفر والامور تمام، فجأة صار الايرور 4 ديجريز في هذه اللحظة. تمام، صار في عندك 4 ديجريز. كان المطلوب من الموتور زيرو تورك، لما حطينا الويت فجأة صار مطلوب منه 40، فهي واضح هي ستيب، زي كان ستيب. والار بوزيشن برضه تغير بشكل ستيب، كان 30 صار 26 بشكل مفاجئ، فهذا كله صار بالبوينت A من التايم. هلا
شو اللي بصير؟ هلا هون بدخل عملية الانتجريشن، هون بدخل الانتجرال. هلا as the error continues to exist and time passes، يعني صار في عندك دلتا تي، بمعنى the area under the error curve increases، the area increases. واضح هون ال error عند أول نقطة ما كان في عندك area، بس بعد شوي صارت تكبر ال area. كل ما مشينا بالتايم تصير تكبر الاريا تحت الايرور كيرف. and the eye controller اللي هو الانتجرال كنترولر provides more and more of the needed 40 inch ons to support the weight. هلا at the same time the P controller provides less and less. هذا كله بصير بالtime duration D. فعليا شو اللي بصير حتى نفهم هذول النقطتين؟ لو بدنا نرسم الكنترولر هو له two components. هلا صار في له two components. الكومبوننت الاولاني هو إنه الايرور داخل على KP، والكومبوننت الثاني هو إنه الايرور داخل على KI over S، وبعدين المجموع تبعهم هو اللي راح يدخل على هون، هو اللي راح يدخل على هذه النقطة. ففعليا الايرور سيجنال اللي اجت من هون هي فعليا الايرور سيجنال راح تكون هون وهون. فالايرور سيجنال هذه، فهذا هو الكنترولر فعليا. الكنترولر بدنا نجزئه بيطلع شكله زي هيك. فالايرور داخل على KP زائد KI. في اللحظة الأولى الKP لحالها، في أول لحظة الKP لحالها كانت متحملة كل الحمل الـ 40 inch ons. الKI كانت تعطيك صفر. هلا لما يبلش التايم يمر الكي اي بتصير تطلع فوق الصفر، فممكن تصير 10 بعد فترة. لما تصير 10 هذه شو بتصير؟ بتوطي 40 تصير 30. هلا لما هذه تصير 30 فعليا الايرور ببطل 4. كم بصير الايرور؟ يعني لما البروبورشنال يكون 30 الايرور بصير 3. الايرور بصير فعليا 3 ديجري. هلا بعد فترة هذه بتبطل 10 بتصير 20، فالبروبورشنال ببطل 30 بصير 20. فالبروبورشنال لما يكون 20 كم الايرور لازم تكون؟ بتصير تقل، بتصير 2 ديجري. بعد فتره بنضلنا نكمل، فبتصير 30 هون و10 هون. ال10 ديجري، ال10 ديجري فعليا بتمثلها فقط 1 ديجري ايرور. واخر إشي بصير هو انه ال30 تصير 40 والبروبورشنال يطلع من الحسبه. البروبورشنال كان هو سبب الستيدي ستيت ايرور، فانا لازم اطلعه حتى اطلع الستيدي ستيت ايرور من الـ من الـ من السيستم. فلما يصير هذا صفر فعليا بكون وصلت انا لصفر الستيدي ستيت ايرور، وهذا هو اللي عم بصير في الديوريشن بي. لو نيجي هون الديوريشن بي اللي عم بصير انه الايرور عم بقل، كان 4 صار 3 صار 2 بالاخير وصل للصفر زي ما شرحنا. والارم بوزيشن كان 26 صار 27 28 29 وصل 30. فلما الارم يوصل 30 يعني الايرور صفر. هلا التورك اللي طلع من البروبورشنال بلش انه 40 بس صار يقل 30 20 10، بعدين خلص بطل في داعي للبروبورشنال، صارت الانتيجرال هي ماخذه كل الموضوع. الانتيجرال بلشت بصفر، لما الاريا زادت، الاريا اللي تحت الايرور زادت شوي ارتفعت التورك لعشرة، بعد ثانية ارتفعت أكثر لعشرين، بعدين 30 لحد ما وصلت 40. لما وصلت 40 صارت هي مسؤولة بشكل كامل عن رفع الويت، لأنه هي مسؤولة كاملا عن 40 إنش أونز. والبروبورشنال لما وصلنا ستيدي ستيت البروبورشنال طلع من السيستم.
هلا الحلو في الموضوع انه التورك اللي ناتج من الانتجرال، الانتجرال مش بحاجه ايرور حتى يعطيك 40، مش زي البروبورشنال. البروبورشنال حتى يعطيك 40 كان بحاجه 4 ديجريز ايرور، بس الانتجرال لانه بيشتغل على الميموري، بيشتغل على الانتجريشن تبعت الايرور، فبالتالي هو الستيدي ستيت ايرور زيرو، بس هو 40 مش زيرو. فذاتس ذا باور اوف ذا انتجريشن، انه هو بياخذ الميموري اللي راحت، هذه الميموري اللي راحت، عكس البروبورشنال كنترول. البروبورشنال كنترول كان ياخذ الايرور الحالي ويعطيك تورك مقابلها، بينما الانتجرال بتاخذ الهيستوري تبع الايرور وبتعطيك تورك مناسب لها. ف ذاتس ذا باور اوف ذا انتجريشن. فاينلي ذا اي كنترولر is providing the entire 40 inch ons كاملين، هو راح يتولاهم. And the steady state error is zero، وهذه هي فعليا اللي هي النقطة C من التايم اللي بنوصل فيها steady state.